سلام الحباب ديالي، لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه؟ نتوما لاباس، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير نتوما وعائلتكم ووليداتكم وما عز عليكم ان شاء الله. بونجور مي زامي، جيسبر كو فوزالي بيان. ابا اجوردي جي في بريباري دو بوا كاسي، بولوتي دو بوا كاسي. ابا جو لا بريزونتي افيك فو اي اون فا لا بريباري اون طاجين. فوالا، comme il fait froid aujourd'hui, je suis toujours à Meknès. Et ben voilà, je voulais préparer cette recette et je voulais la partager avec vous. Habab diawli اليوم غادي نقد غادي ندير معكم البصاره بالثومه والعطريه مع اليوم البارد والشتاء. غادي تاكلوا معايا البصاره اليوم. البصاره ما كاينش اللي ما تيبغيهاش، صوف ولادي ما تيحملوهاش. اي فوالا، ايوا الحباب ديالي، ها نتوما معايا غادي تخدموا معايا البصاره في الطاجين. الطاجين تتجي زوينه واعره. او نتوما مالي الخير، فوالا كاع الغدي و تنخدم تندير معكم هي داكشي الساهل. ما تنبغيش ندير معكم شي روسيطات اللي واحد يبقى فيهم غارق فيهم. تنخدموا تندير معكم هي الحويجه اللي تتكون في الدار وعارفه كلشي تيطيب البصاره، كلشي تيعرف يطيبها، كلشي تياكلها. ايوا اليوم غادي نقدم. ها نتوما الحباب ديالي، دايره على قد الوالده وواحد السيده معانا وصافي. هذاك الشيء دايره هي باش ما تبقاش، خصها تكل توت سويت كاع ديال الطاجين تتكل دغيا دغيا. ها نتوما الحباب ديالي، انا درت جلبانه نقيتها وغسلتها ودرتها في الماء طايب، فزكتها شويه باش تلقى داك الشيء ديالها الا كان شي وسخ ولا كان شي حاجه، وفزكتها في الماء طايبه. ها نتوما الحباب ديالي، راه درت راس ديال الثومه. نتوما راه مزيانه في هذا البرد، سورتو اللي عنده الطونسيون عنده داكشي راه دواء. ميم طو واحد اللي تيبغي يدير البصاره والله الا على الدواء تيبغي يديرها، باسكو فيها الثومه وفيها كلشي. الكمون ومليحه على حسب الذوق ديالكم، وشويه الهريسه اللي بغى يدير السودانيه يديرها. انا بغيت ندير الهريسه اليوم، فيها الهريسه فيها، وكاينه زويتات العود، زيت العود هي اللي تتمشى معاها. Voilà mes amis, voilà j'ai trempé, je l'ai lavé, trempé le petit pois cassé, je l'ai trempé dans de l'eau bouillante et j'ai pris de l'ail. Voilà, vous avez vu combien de gousses d'ail. Voilà, il y a plus de 10 ici parce que c'est bon avec le pois cassé, c'est un velouté à l'ail et pois cassé. Voilà, comme saisonnement, je vais mettre le cumin à la fin après la cuisson du pois cassé. Et le sel de votre goût et de l'harissa. Si vous n'avez pas de l'harissa, vous pouvez mettre le piment fort en poudre. Voilà, et de l'huile d'olive, bien sûr. Voilà, on va préparer tout ça en tagine. Voilà, j'ai déjà mis l'eau, elle est en train de bouillir. Bnet, ça m'a mis en tagine. Voilà, mes amis. J'ai mis le pois cassé. Pour commencer, juste le pois cassé et l'ail. Je vais les laisser cuire et je reviens avec vous. Yalla les bnat, on a remis le thoma ou le hadi ou le jilbana. Et bda tayeb ou la tghla, on va revenir avec vous inchallah. Voilà les chbab, on a remis tout ce qui est tagine. وغادي نعينها تغلى باش نوريها لكم. غادي نخليها طيب في الطاجين، تجي زوينه حتى تطيب وانتم تتحركوا، حتى تطيب وهي تتحركوا، حتى تتجمع البصاره عاد تديري فوق منها هذاك الشيء اللي كاين. بابا لا درت معكم البصاره، كلشي تعرف يديرها، عارفه كلشي تعرف يديرها. بغيت نشاركها معكم اللي نطيبتها وفيا البرد وتشهيتها، هذاك الشيء الحباب باش درتها معكم اليوم. يلا الكبيدات ديالي، وولفتكم بزاف سبقصه، تبقى نبغي نهضر معكم ونشارك معكم. وتنشكركم بزاف على التيمونياج اللي تحطوا لي، لي كومونتير زوينين ديالكم، تتشجعوني الحباب ديالي وتتبغيني وتنبغيكم حتى انا. وتنشكر الناس القدام اللي دخلوا عندي وشرفوني، وتنشكر الناس اللي دخلوا عندي وتيشرفوني. تنشكركم بزاف بزاف بزاف، وتنبوسكم الحباب ديالي. يا ربي تخليكم لينا المغاربه ديالنا والدول العربيه كامله ان شاء الله. يلا الكبيدات ديالي تنبوسكم بزاف. انا غادي نكمل معكم، غنمشي نوجد شي بطيبيطات باش ناكلهم معاهم، حيت الحاجه ما تاكلش الخبز كومبلي. ايوا لا انا معكم الحباب. يلا الحباب ديالي، اللي عندها شي طاجين تنوض تجبدو
ايوا وطيب فيه البصاره وتعطيوني الخبار. يلا نوضوا سخنوا جنيباتكم، راه زوينه راه ما تتنفخش الا قويتو فيها الثومه راه ما تضرش. البيضة تنطيبهم حداهم. فوالا اليوم بصارة بشغلها. فوالا بصارة تطيب، إلا شتوها نقصات من الما زيدوها شوية الما سخون ما تزيدوش، وبقاو ما تشوفو التومة بحال هكا كرازيوها بحال هكا. ميزامي مالا بوفي كومونسي إكرازي لاي pour que ça donne le goût de la volonté. Là, je vais rajouter de l'huile d'olive pour la cuisson. Et j'écrase l'ail. Quand tu prends des tomates, les habits, les habits, les habits, les habits, les habits, les habits. ما تقيسوش كاع الالات ديال الضو. ها لما خدات لكمش ديال الخشب هزوي هادي، هادي تتخدم مزيان وتبقى لكم حتى التويمه مفرزه. ها هي بدات تطيب. حتى البنات دابا غادي ندير لها الملحه، غندير لها دابا هي الملحه والهريسه. الكمون ما غنديروش دابا، ما خصوش يطيب معاها، الناس اللي تجيهم الحرقه ما يطيبوش الكمون معاها. بس راه كلشي تعرف الكمون حتى الاخر عاد واحد يزيد الكمون. دابا انا درت المليحه والهريسه، اللي بغى يدير داك السودانيه يديرها. هاهو البيطه تطيب وحدها بطبط ديال كومبلي هذا انا اللي تناكلو. ايوا كيجيتكم. يلا نوضو تقعدو ديرو البصارة، نوضو نوضو تبقو نتوما شادين المانطا وناعسين، تصوبو هاد البصارة تاكلوها وطيبوها. ايوا وتجبدو على شي مانطا وشدو التلفازة هاد اللي بغا يجلس. اي فوالا الحبيبات ديالي، هاهي البصارة طابت، هاهي طابت تصلي. بقيت عليها بتحرك تحرك تحرك حتى طابت على خاطرها. فوالا الحباب ديالي، غادي ندير لها زويته العود. ندير لها شويه حيت طيبتها بها. هي تنشهيكم بالعاني باش تنوضو ديرو البصارة، وعارفة في هاد البرد كلشي غادي يبغي البصارة. هانتوما غادي ندير شوية الكمون حيت دايره الحار، ما غندير السودانية. ايوا هاهو بطبيطة الخبيز اللي درت معاها، خبز كومبلي جنته، هو الخبز الزرع هو اللي تيجي معاها مع بطبوط وزويتنات كحلين معاهم بريريداتاي. فوالا مي زامي، فولوتي دو بيتي بوا كاسي فوالا اي بريت على ماروكان، ولا بيل حنا ولا بيل بصاره. فوالا اي بريت، جي راجوتي لو كومان اي لويل دوليف. جي لي بريباري افيك ان بيتي لي بيتي بان كومبلي على لا بوال سي فيت في، اي جي لي جي في لا كومباني افيك لي زوليف نوار اي ان فير دو تي le thé à Shiba. Voilà, brûlée d'attaque, chocouille d'attaque. Je vous remercie pour la santé et la santé, les amis. Et je voulais vous montrer dans le bain pour que vous puissiez vous débrouiller. Et voilà, c'est les ingrédients. Le chocouille de la maquillage, le pain complet.
وهي البصاره تنقدمها لكم بالصحه والراحه وتاكلوها بالصحه والراحه الحباب ديالي. اللي ما تابوناش يتابونا عندي وقسموا مع احبابكم وجيرانكم وهادي شاركوني معاهم وديروا لي لايك 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 الى عاونتوني بلي لايك غادي ندير لكم لي غوسيت على قلت الحال ديال الناس دراوش المساكن وحنا كنا مساكن كنا حنا دراوش تحت الله. يلا تنبوسكم بزاف الحباب دياولي باي باي تنبغيكم بزاف.